بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. وما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهارده إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة السابعة من محاضرات الـ Object Oriented Programming داخل الـ PHP. والنهارده هنتكلم إن شاء الله عن حاجة اسمها الطرق الاستاتيكية أو الاستاتيك ميثودز. هي طبعا يعني ممكن ما تبقاش كتير، بس هي موجودة من ضمن المفاهيم الموجودة بتاعة الـ Object Oriented Programming. وتعالى ناخد وايت بورد جديد، أفتح بس لكم تمام كده، ونحاول نشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عاوزين نفهم يعني ايه طرق استاتيكية. الطرق هناخد علم بس الاول تمام، هو بعد يكتب هنقول هنا الطرق الاستاتيكية. الطرق الاستاتيكية تمام كده، او الستاتيك ميثود، الستاتيك ميثودز، ستاتيكي ميثودز. اوكي. طيب اللي بيحصل يا جماعه ان انا بيبقى عندي، او اللي احنا بنشتغل بيه، ان انا بيبقى عندي كلاس تمام كده، وقلنا الكلاس دي عباره عن ايه؟ قالب. وباخد من الكلاس ديت اوبجكت واثنين وثلاثه واربعه تمام كده. ادي اوبجكت وادي 2 ادي 3 4 اللي هو يعتبر نسخه من القالب دوت، وانا ابتدي اضيف عليها زي ما انا عاوز. اوكي. طبعا الكلاس بيبقى ليها خواص، بيبقى ليها طرق اللي هي الميثود بتاعتها تمام كده. تمام، في اللي بيحصل الطبيعي اللي بيحصل ان انا ما بقدرش استخدم الخواص والطرق ده للكلاس ديت الا لما اعلن عن مين؟ عن كائن. يبقى لازم يكون في كائن موجود، ومن خلال الكائن ده انا بقدر استخدم الخواص واستخدم مين؟ الطرق اللي هي مين؟ الميثود تمام كده. يبقى دلوقتي انا ده طبيعي ان انا بيبقى عندي كلاس، الكلاس دي بطلع منها كيانات، الكيانات دي بتستخدم الخواص والطرق بتاعت الكلاس بتاعتها تمام كده، لما يكون في ايه؟ يكون في كيان. طيب هل في طريقه ان انا يكون عندي طرق تمام كده ممكن استخدمها مباشره بدون حاجه للكيان، بدون حاجه لوجود كيان، لوجود كيان؟ الإجابة إيه؟ نعم. إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها الاستاتيكي ميثود، أو الطرق الاستاتيكية، اللي هي الطرق إيه؟ الاستاتيكية، طرق الاستاتيكية. أوكي؟ طب إيه الفايدة؟ إيه الفايدة اللي أنا هحصل عليها من الموضوع دوت؟ الفايدة اللي هحصل عليها من الموضوع زي كده مثلا، إن أنا ممكن إن أنا مثلا أعمل فاليديشن لباسورد مثلا. فايدة، دي فايدة. فايدة مثلا ان احنا نعمل نعرف صلاحيه كلمه المرور مثلا، على سبيل المثال. دي حاجه من ضمن ايه؟ الحاجات اللي انا ممكن استخدم فيها الاستاتيك ايه؟ الاستاتيك ميثود. على العموم برضو علشان الموضوع مش صعب عليك، هي من الحاجات اللي انت ممكن قليلا ما تلاقيها، لكن ممكن تلاقيها، ولو لقيتها تقدر تفهمها، وخاصه ان يطلع معاها كلمه جديده اسمها السيلف. حاجه اسمها ايه؟ السيلف. دي هنشوفها ان شاء الله مع ايه؟ مع الكود. طيب علشان ما نطولش عليك في الموضوع تمام كده، اديك فهمت الفكره ماشيه ازاي. ان انا بدل ما بيبقى عندي الطرق دي بستخدمها من خلال الكيانات، انا ممكن استخدم الطرق على طول مباشره بعد الاعلان عليا عن الكلاس، يعني بدون الحاجه لوجود اي كيان، ماشي كده؟ ففي الحاله ديت هضطر نستخدم الاستاتيكي ميثود بالشكل ده. تعال نشوف الدريم ويفر، وتعال نشوف الكلام ده هيطبق ازاي عملي داخل الدريم ويفر. احنا طبعا مراجعه سريعه اللي احنا عملناها قبل كده. شفنا يا جماعه قبل كده ان احنا ازاي نعمل كلاس، كلاس بسيطه زي كده، ونحط فيها خواص عن طريق جمله البابليك تمام كده، اللي هو الاكسس مودفاير بابليك. وعرفنا ازاي ندي لها طرق، زي برده ان انت تعمل لها بابليك فانكشن مثلا زي برنت انفو ديت، وطلعنا منها كيانات زي اليوزر 1 واليوزر 2، ودخلنا لها قيم للخواص تمام كده، واستخدمنا الميثود في ان احنا نطبع مين؟ البيانات بتاعه الكيانات الموجوده عندي. وكان سهله ومفيش مشكله، ولكن قلنا العيب اللي كان فيها ان العيب الاساسي
الاساسي كان ان الحاجات دي كلها عباره عن ايه، عباره عن بابليك يعني مكشوفه، الداتا بتاعتك مكشوفه. فقلنا دلوقتي هنطور شويه ونستخدم الاجراء البناء اللي هو الكونستراكت، يعتبر من ماجيك ميثودز الموجوده، والاجراء الهدام اللي هو الديستراكت. تمام كده، وعرفنا فائده كل منهما. الفائده ان انا هختصر شويه في الكود، وهبتدي ابعت البارامترات مع الكائن لما يبتدي يشتغل. وفعلا نجحنا في كده اهو، ان احنا عملنا الكائن اللي هو اليوزر 1 تمام كده، وبعتنا معاه البارامترات. وقلنا كمان ان احنا ممكن نخلي الداتا بتاعتنا بدل ما هي بابليك ومكشوفه، ممكن نخليها هي برايفت. ودخلنا في مفهوم تاني في الاكسس موديفاير اللي هو البرايفت، وعرفنا نعمل زي ما بنعمل ده للبناء، نقدر نعمل حاجه اسمها الجيت وحاجه اسمها السيت، بحيث ان احنا نحصل على قيمه خاصيه او نحط قيمه خاصيه مع حمايه البيانات اللي داخله تمام كده، باستخدام البرايفت كي وورد او باستخدام البرايفت اكسس موديفاير تمام كده. وبعد كده استخدمنا داله، يعتبر داله برده من الدوال الماجيك، اللي هي داله الجيت وداله السيت، بحيث ان هي بدل ما انت يعني كل خاصيه على راسها تعملها جيت وست، انت ممكن تبعت الخاصيه تعملها جيت، وممكن تبعت الخاصيه تدي لها قيمه عن طريق مين؟ السيت، اللي هو ماجيك الماجيك ميثودز تمام. ودي اعطتني فرصه كويسه ان انا ارتب الكود بتاعي واخليه كلين واورجنايزد، وفي نفس الوقت ما بقاش في مشاكل، وطلعت النتيجه بالشكل اللي انتم شايفينه تمام كده. تمام اوكي، دخلنا بعد كده في المفهوم الرابع اللي هو المفهوم بتاع الوراثه الانهيرتس. وقلنا ان الوراثه ان انا بيبقى عندي كلاس اب اللي هي مثلا زي كلاس اليوزر ديت تمام كده، وفيها الكونستراكت بتاعها تمام. ممكن انا اوسع لها يعني اوسعها عن طريق كلاس ثاني الابن، الابن اللي هو مثلا زي الكاستمر دوت، هيورث كل الصفات والميسج بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر، بحيث ان هو يستخدمها مباشره داخله، ويضيف عليها مثلا ان هو يضيف عليها خواص خاصه بيه، او يضيف عليه فانكشنز خاصه بيها ويبتدي استخدم. يبقى كل قصه ان انا بعمل كلاس اب، باخد منها الخواص واخد منها المسد واستخدمها في الكلاس الاب، والكلاس الاب ياخد الحاجات ديت ويبتدي يستخدمها هو ايه بطريقته. وشفت مثال عملي عليها المره اللي فاتت في اليوزر والكاستمر كلاس تمام كده. تمام طيب، وطبعا تعرفنا على الكلمه اللي هي مين؟ البيرنت، زي ما تعرف على السيرة النهارده ان شاء الله. طيب ده اخر حاجه احنا وصلنا لها، تعالى نكمل ازاي بقى هنشتغل على موضوع الاستاتيك ميثود ديت. تعالى ناخد فايل، من الفايل ده هناخد نيو، وهناخد بي اتش بي فايل اللي هو دوت، ونقول له كرييت، وهنسميها يوزر كلاس 5، يوزر كلاس 5 طبعا دوت بي اتش بي، ونعمل لها سيف اوكي، ونحط الداير بتاعنا ار تي ال، ونحط اللانج بتاعتنا اي ار اوكي. ونخش نعمل اي تجربه بسيطه، وليكن ايكو طبعا، نحط بي اتش بي كود الاول، بي اتش بي كود، ونقفل بي اتش بي كود. وبعد كده نخش جوه هنا ونعمل ايكو ايكو، وداخل الايكو ديت هنبتدي نحط اي رساله، مرحبا بكم في عالم الدوال الاستاتيكي اوكي. ونقفل بسيمي كولون، ونعمل كنترول اس. هتبص تلاقي عندك الجمله ظهرت، لو ضغطت اف 12 ملفات المفاتيح هتلاقيها ظهرت معاك، فمفيش مشكله في الكلام دوت تمام كده. ومعنى كده ان السيرفر المحلي اللي هو اكزامبل شغال ايه؟ شغال معاك اباتشي وماي سيكوال. طيب وصلنا للحته ديت تمام كده، هنشيل بقى الجمله ديت ملهاش لازمه، ولا عايز تخليها مفيش مشكله، مش هتعمل لنا حاجه تمام كده. ونبتدي نعمل كلاس يا جماعه، وعشان نعمل كلاس بكتب كلمه ايه؟ كلاس، وادي لها اسم وليكن اليوزر، يوزر اوكي. وبعد كده افتح اثنين كيلو باكس عشان ابتدي كلاس تشتغل معايا، واعمل كنترول اس برضو عشان احفظ، ومفيش مشكله لحد دلوقتي. هعمل اول حاجه خاصيه النيم واخليها بابليك. دي تجربه على فكره، عشان كده ما تقوليش لا بابليك ولا برايفت، انا بس بجرب عشان اوريك فكره الاستاتيك ميثود. بابليك ساين دولار نيم، ساين دولار نيم، واحط ايه فاصله من نقطه. وبعد كده هعمل بابليك تاني، بابليك الساين دولار ايج، ساين دولار ايج، واحط فاصله ايه فاصله من نقطه اوكي. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعمل بابليك ستاتيك فانكشن، ماشي كده؟
ونعمل public static تمام كده متغير، يعتبر متغير static، وهنعمل معاه function برضو تكون ايه static. ازاي؟ هاجي هنا اكتب public، وفي البابليك عندك هتعمل كلمة static، static بالشكل ده، يبقى عندك public static تمام كده، وتدي اسم المتغير بتاعك sign dollar وليكن المين باس links، مين باس links بهذا الشكل. يبقى اللي حصل انا عملت متغير اسمه مين باس لينكس ومن نوع ايه ستاتيك، وهيكون الاكسس المتوقع بتاعه ايه بابليك، وهديله قيمه مبدئيه وليكن مثلا ايه 6 حروف، ودي معناها ان انا عاوز الباسورد اللي تخش ما يكونش يعني ما يكونش الطول بتاعها يقل عن 6 ايه الست حروف. تمام كده. النيم والايج هيتغير مع مين؟ مع الفاريبل، لكن الموضوع ده مش هيتغير، عشان كده انا عملته ايه ستاتيك. تمام كده. تمام. طيب هنبتدي نعمل برده داله ستاتيك جديده، وانا ممكن انا احط هنا زي حاجه اسمها الكومنت، هكتب الخواص، وهنزل تحت هنا كمان في الحته ديت، وهكتب كده الطرق، وتعود ان انت تعمل الحاجتين دول على طول مباشره، ولو تقدر تشرح اكتر بالتفصيل اشرح اكتر بالتفصيل عشان تفهم، لو انت نسيت الكود او يعني مر عليه فتره تقدر تيجي وتفهم انت كنت بتعمل ايه اساسا. تمام كده. تمام. اوكي. طيب عاوزين دلوقتي نعمل public static function، هنعمل public sorry public static function function تمام كده، وهنسميها هنسميها validate pass، validate pass اوكي، فاليديت باس تمام، واروح اعمل اثنين كيرلي اثنين براكتس، ونحط فيها متغير ولكن الباسورد اللي هو باس اوكي، وبعد كده اروح اقفل بالكيرلي براكتس بالشكل ده. تمام. تمام. هعمل كنترول اس عشان لو في ايرورز ولا حاجه تظهر لي. تمام. لحد كده ايه هنبتدي نخش جوه الفاليديت باس ديت، وهنعمل تشيك على الباسورد اللي داخله الفانكشن ديت، هنكتب اف يوم اف تمام كده، وهستخدم داله من دوال البي اتش بي اسمها الاس تي ار لين، الاس تي ار لين اهي، دي بتقيس لي مين طول المتسلسله اللي جايه اللي عندي عن طريق الساين دولار ايه الساين دولار باس. اوكي. طيب يبقى لو كان الطول بتاع الساين دولار باس اللي هو جاي لك دوت اكبر من او يساوي تمام كده مين المتغير الاستاتيك اللي هو اللي فوق، عشان اوصل المتغير الاستاتيك دوت بكتب كلمه سيلف، ادي بدات كلمه سيلف ايه تظهر تمام كده، واحط اتنين كولن، كولن واحده وادي كولن الثانيه تمام كده، وهو هيبص هلاقي فعلا ان في متغير استاتيك اسمه مين ايه مين باس لينكس، ابتدي استخدمه. اوكي. لو كان الباسورد اللي انت بعتها اكبر من 6 يعني 6 حروف تمام كده، هنبتدي نحط بقى الشروط بتاعتنا، وهنكتب كده بمنتهى البساطة return true، return بقول له true اوكي return true. يبقى في حالة لو كان طول الباسورد اللي انت بعتها تمام كده، او الباسورد لو كان الباسورد اللي انت بعته مثلا او انت دخلته اكبر من 6 حروف هترجع true تمام كده، else هترتيرن ايه false، else عملت ممكن براكتس وهرتين return false return ايه false تمام، وعمل control كويس. اوكي كده انا عملت الميثودز وكده عملت الطرق، وكده استخدمت متغير static اسمه المين باس لينجز، واستخدمت داله اسمها الفاليديت باس وبرده عباره عن ايه static. فالطبيعي ان احنا المفروض بعد ما بنعمل الكلاس بناخد منها ايه؟ بناخد منها اوبجكتس، انا ما بعرفش استخدم اوبجكت خالص بقى كده، وهي دي الفكره التقميم بتاعت الستاتيك، ان هو بدل ما انت تستخدم اوبجكت هتروح ضارب الداله ايه؟ مباشره. هننزل تحت هنا يا جماعه بعد الكلاس ما اتعملت في الحته دي، ده اهو ده بتاع الكلاس، هنيجي في الحته ديت وهنعمل متغير وليكن الساين دولار باسورد، ساين دولار باس وورد اوكي هيساوي مثلا images. لاحظين ان دلوقتي الباسورد اقل من 6 حروف تمام كده، فانا دلوقتي هستخدم الفاليديشن ميثود، الفاليديشن ميثود
اللي هي الفاليديشن اللي هي الفاليديت باس تمام كده، اللي هي ستاتيك ميثود بدون ما استخدم كان، بدون ما استخدم كان. هاجي هنا اقول له اف وافتح قوس تمام كده اليوزر، اليوزر هو مين؟ الكلاس تمام كده، الكلاس بتاعتنا اللي هي الكلاس بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر. واحط اتنين كولن 1 2 تمام كده. وبعد كده هعمل بص كده ادي الميثود طلعت اهي اللي هي تعتبر استراتيجيه ميثود فاليديت للباس، واحط هنا الساين دولار باسورد، ساين دولار باسورد. اوكي اوكي يعني بقول له لو كان طول الباسورد اللي انا مدخلها دلوقتي اكبر من 6 حروف يبقى يبقى الشرط ده صح، غير كده يبقى الشرط ده خاطئ. تمام كده. ولاحظوا لحد دلوقتي ان انا ما استخدمتش اي اوبجكتس او اي كانت. تعال نحط نخش جوه دي، لو فعلا الكلام ده صحيح تمام كده هتعمل ايكو على الشاشه عندك، وفي الايكو ديت هتقول له لقد ادخلت كلمه مرور صالحه للاستخدام، لقد ادخلت كلمه مرور صالحه للاستخدام يا ولدي، استخدام يا ولدي. اوكي وهنحط فصل ايه؟ فصل منقوطه else. اوكي لو غير كده هتعمل ايكو، وفي الايكو دوت هتروح جاي هنا وتكتب كلمة المرور غير صالحة، كلمة المرور غير صالحة استخدم كلمة مرور أخرى. اوكي اوكي طيب تعالى نعمل فصل من اوضه كنترول اس ونشوف الاحسن. هيقول لك كلمة المرور غير صالحة استخدم كلمة مرور أخرى تمام كده، عشان برضو الدنيا تبقى واضحة. هنيجي بعد المتغير دوت تمام، هنحط فوق هنا كل البي ار للبي ار تاج، بي ار تاج بالشكل دوت تمام، وهناخدها كنترول سي وهنحطها هنا برضو كنترول وبي عشان السطر اللي احنا حاطينه. كنترول اس مره ثانيه، هقول لك كلمه المرور غير صالحه استخدم كلمه مرور اخرى. طيب هنزود دي بحيث انها تبقى اكتر من 6 حروف، هنكتب هنا ام جي اس 20 تمام كده. تمام ممكن كنترول اس مره ثانيه، هقول لك لو اخذت كلمه مرور صالحه لاستخدام ايه يا ولدي، وادي اف 12 من لوحه المفاتيح والدنيا ماشيه معانا تمام. يبقى كده استطعت ان انا استخدم اهو ثاني الميثود ديت اللي هي جايه من الكلاس الاساسيه على طول، لو انا اعلنت عنها ان هي ستاتيك ستاتيك ميثود. بكده نكون خلصنا الحلقه ديت وفهمنا المفهوم بتاع الاستاتيك ميثودز، وان هو اساسا ما بيحتاجش كائن عشان تقدر تستخدم الميثود ديت، انت على طول بتستخدم الكلاس بتاعتك تمام كده مع نقطتين واستخدام الميثود بتاعتك وتشتغل ايه؟ تشتغل عليه. دي حاله من الحالات اللي انت ممكن تقابلها في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، والبرمجه عالم بحر كبير فهتلاقي فيه حاجات كتيره، لكن المهم اللي يفهم هتستخدم الحاجات دي ازاي. إذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، وإذا عجبت القناة تعمل لي سبسكرايب داخل القناة، وأكون ليك من الشاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناة مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.